في المواقف الكبرى الجيش فقط حين يصمت يكون لصمته صوت عال. هو في تونس يخضع لاختبار حاد حتى اللحظة. لا يريد تونسيون من أي طرف كان أن يقحم المؤسسة العسكرية في أتون المعارك السياسية. انحاز الجيش ضمنا إلى الرئاسة مؤخرا أو نفذ التعليمات وفقا للقانون والدستور، ويبقى مؤسسة لا يختلف التونسيون على احترامها والثقة بها. الجيش التونسي هو حسب ما ينص عليه الدستور في الفصل 18 والفصل 19 هو جيش يعني جمهوري، جيش يخضع للمؤسسة السياسية ويخضع للمراقبة الديمقراطية ويقوم بواجبه بكل حرفية، وهو محايد حياد تام. يمثل الجيش التونسي حالة استثنائية فريدة بين الجيوش العربية، زهيدة بالسياسة والتجارة ومعظم تاريخه بعيدا عن مغانم السلطة ومغارمها. يسير الجيش وفق معادلة معقدة بين تنفيذ أوامر قائده الأعلى في قرطاج وبين حركة الشارع خارج أسواره. هو اليوم نتاج عقود طويلة قبل الثورة، لم ينزل خلالها العسكر كثيرا إلى الخنادق ولم يصعدوا إلى المكاتب. في العدة والعتاد هو جيش متواضع لا يزيد تعداده عن 40,000 عسكري، لم يختبر كثيرا في ساحات الحروب منذ الاستقلال، تم تحييده عن السياسة وكفت يده عن الاقتصاد في عهدي بورقيبة وبن علي. شاهد بورقيبة الجيوش تزيح الحكام عبر انقلابات حوله، فحريص على إفقاد الجيش القدرة على أي انقلاب عليه. كان ينفق الكثير من المال على التعليم والصحة والقليل على الجيش. عام 87 جاء بن علي إلى السلطة بانقلاب أمني ناعم. صعد عسكريون في بداية هذا الحكم إلى تولي المناصب الوزارية، سرعان ما تمت الإطاحة بهم خشية انتعاش طموحات بعض الضباط في تدبير محاولة انقلابية. السنوات اللاحقة من حكم بن علي ستشهد سياسة تهميش للعسكر وإخداق الأموال على وزارة الداخلية، فتتحول تونس إلى دولة بوليسية بامتياز. شعر الجيش بالاستياء وتراكم الإحساس بالحرمان بين العسكر حتى جاءت ثورة الياسمين. لم يتصدى الجيش للمتظاهرين، سقط بن علي وبردت صدور الجيش والشعب معا. مراد البطوش، العربي، تونس.